فيديو برعاية الفيسترو نتوارك شركة للإنتاج والتوزيع والدعاية للموسيقى الخاصة بك على سبوتيفاي وأبل ميوزك وإلى آخره. السلام عليكم، مرحبا بكم، معكم إلياس سيتوني، فيديو جديد، فريكشن جديد مع رابور اللي ماهوش جديد اللي هو ام سي جوفري انكل، ديديكاس ليلو وديديكاس لجميع الشعب اللي من اعماق ديال القلب إلياس سيتوني. المهم قولوا لنا كيف جاتكم الوضعية الجديدة، بحكم مش انا اول واحد اللي غادي نصور بها هذه الوضعية هذه، بحكم اقتراحات ديال العسري خويا هو اللي قال لي هكا تجي قضية امور كلها تجي مليحة وكذا الى اخره. اذا كانت قضية هكا مليحة خليونا في التعليق باش نعرفوا، ولا في الميساج على الانستغرام، جميع الروابط الانستغرام الخاصه بيا وانستغرامات الخاصه بالعسري اوفيسيال غتلقاها في الديسكريبشن لتحت او في اول تعليق. المهم تراك جديد ديال ام سي جيفري، او ام سي جيفري فيتشرينغ مع بي في شي، ما عرفتش من هذا الرابور اللي ما عرفتش فيه، فما فيتشرينغ فما عمل اثنين ولا عمل واحد، ما عرفتش، بعيد عليك، هذا بعيد عليك 100% غادي تكون فيها الكلاش، بعيد عليك يعني صعيب توصل لي وبعيد عليك. بداو التراك ونشوفوا بعيد عليك ديال العميمات. ديديكاس لك خويا محمد من شمال المغرب، من عند إلياس سيتواني، بيس لوف وتحيه كبيره للشعب الليبي من الجنوب الشرق الغرب من الجنوب. نبداو تراك اوديو ماهوش كليب، لذلك غادي نركزوا وغادي نسمعوا وما غنشوفوش. يا من بين حيوط الضيق، من تحت سبع ارض نجري سم فعروق بمرض، موقف نبض فرد انا المرض، ولدي حروف الودن كدمان، وقفت قتلت عقارب الوقت، سبقت الزمان نرد خمش زمان نجيبها، راسك تحت رجلي وقتك ربع وقتي، واجلك قبل اجلي اشري ون ماذا فكر ون، هنا العين بالعين مش السم بالسن، هنا مفيش مكان لقلوب تحن، هنا فتريش عظام وزن الريشة طن دهاليز، انفاق سردي بسودي كان غام الظلامي، ونشوف في سطحي غريب جسد وقع فيلم رعب قتل جماعي بلا دور سكريم، موسي في ظلامك النور، هنا جوكر يلعب بلاس ولاس سباطا كينج، عشرة من روسكم براسي وروسكم دخيرة في شين، بعيد عليه المكان اللي نفي، بعيد عليه بعيد عليه المكان اللي نفي، كبير عليه كبير عليك تحت الله بعيد عليك في الفضاء برا مجرة، بعيد عليك بعيد عليك كل نافي، بعيد عليك بعيد عليك بول، نشوف فيكم بورن ستارز جاييني في الرينج، انا وقلمي والورقة مارسنا عليكم جانج بانج بلهجة رجال هارد كور هيب هاب، تسمع جلدك ينمل بوي وعظمك يرطاب، الصيد غاب وشاب هاب ظلامي طفيك، انا المديب انت المداب مدوب حمدي عليك، زي ما سمي درجات كل الطبقات، الناس عقليات ونفوس مقامات، صلابة بن شداد وهيرق العظيم الروم، سيئات عم يغلط نفر نمسح قوم، كل حد في يوم ما في شي يدوم، صيح مع البوم والخير وحك تعوم، شعري ولد المتنبي هجائي حفيد الجحد، حروفي نيزك مذنب سطح المجرة ناحد، اعتديتو على الحق في حرب الردة لا سلام، حرب الدم بالدم يا نبو أسرى الاستسلام، بعيد عليك المكلن في، بعيد عليك كبير عليك، بعيد عليك المكلن في، كبير عليك كبير عليك تحت الأرض بعمق، بعيد عليك في الفضاء برا مجرة، بعيد عليك بعيد عليك لكل نافي، بعيد عليك بعيد عليك بوي كبير عليك وبعيد عليك. ياو بونش لاين لازمني نقولها نبار شعبان، وهالبا واجد عباد لازمني نقول لهم بعيد عليك وكبير عليك، يعني فهمت القضيه، برشا عباد اللي هنايا في السوشيال ميديا نقول لك باللي كبير عليك وقديم عليك وبعيد عليك. ديديكاس انكل ام سي زوفري. المهم فريمون ام سي زوفري ما عرفتش علاش في الراب اللي فيه تناقض ما بين الرابورات، يعني العباد حتى البوبليك اللي يسمع في الراب عنده تناقض في الاذون ديالو الصاغيه اللي كتسمع للراب والتكنيك والفلو والستيل وكذا، انما الهارد راب او الاولد سكول ولا الاندر جراوند ولا اي ستيل اللي يتخدم بالعهد الفينيقيون، ام سي الزفري يعطيه لك في 2020 ويعطيك حتى التراب ويعطيك حتى العجب لك حال، وهذا الرابور ما واخدش حقه في الصحه ديال الراب الليبي ابدا،
ابدا ابدا. لذلك غادي نقولوا نقدروا نكونوا نرجع للجهويات يعني لعبات تقول لك هذا من مدينه فلان ما نسمعوش ولا هذا فريمو. هذه القضيه اللي كاينه في جميع الشعوب العربيه وفينا نقطه خايبه جدا جدا وفريمو انا ما عنديش هذه النقطه دي ولله الحمد. اي رابور كان جديد قديم كان تخون سمع عجبني كنرجع فان به ما عجبنيش كنقول ما كنرجعش فان به وما كنسيتش نسمع عليه. انما الرابور اللي كنشوفه يحاول يخدم ويطلع بالبره ديال الراب اللي يعطي اقصى مجهوده في الراب القديم والراب الجديد والستيلات والفلوات والكلاشات والبيفات وكذا وما نكونش فان به امبوسيبل صديقي. لذلك لازم عليا نكون بيك فان به. لذلك انا بيك فان بالراب الليبي وخاصه بام سي الزفري. مش هو فقط صاحبي ولا بيناتنا كونتاكت ولا شيء والله اقسم بالله حيت فريمون حنا نشوفوا كلمات قبل ما نعرف ام سي الزفري وقبل ما نعرفه شخصيا وقبل ما نحكي معاه كنت نعرف تراكاته كنت نسمع عليه فقط. اما مع الوقت تطور كذا الى اخره جاوا مساجات هو اطيب خلق الله بكل صراحه وفريمو من اقوى واحد يعطي في بونش لاين وكلمات هو ام سي الزفري. مع احتراماتي للرابورات الاخرين انما في 2020 كان كتنصيف تاعي انا كتنصيف شخصي انا كنشوف ام سي الزفري من الراب اللي يخدموا الراب المليح والراب الهارد الراب والاندرغراوند والاولد سكول اللي يخدموا بطريقه احترافيه ولا مجال للنقاش في هذه القضيه. فما رابورات اخرى يخدموا الاولد سكول انما مش بهذه الطريقه وبهذا الاسلوب باش ما نناقدوش الاذون ديالنا ونكونوا صريحين مع نفسنا بارتي مع انا فاهم بهذاك لا هو اقوى من هذا وهذا نو كون صريح مع الاذن ديالك. انت كتسمع الراب كتسمع الكلمات خصك تكون منصف للكلمات مش منصف للرابور. بيس لوف. كان معكم إلياس سيتواني ولا كنتي انت فان ديال ام سي السفري سبسكرايب اشتراك بوطون حمراء ابوني فرقع مزيان باش تكون تا ولا تملك فرقع لايك او ديزلايك ما عندناش مشكل هذه القضيه هذه. دمتم سالمين ورياكشن قادم ان شاء الله. بيس لوف. السلام عليكم. بيس.